كوريا الجنوبية في خمسينيات القرن الماضي ليست دولة ثرية ومتطورة كما هي اليوم، فكانت من أفقر بلدان العالم، ودخل المواطن فيها لا يزيد عن دخل دول إفريقية مثل أثيوبيا. البلاد مدمرة، فخرجت من احتلال ياباني لتجد نفسها وسط حرب أهلية قسمت شعبها لشعبين. لم يكن في البلاد أي صناعات تذكر، فأغلب المراكز الحضرية والصناعية كانت في الشمال الذي أصبح دولة مستقلة، واعتمد اقتصادها على الزراعة البدائية والمساعدات الدولية. فكيف شقت بلاد الكيبوب والهيونداي والسامسونج طريقها نحو القمة؟ ومن هو صاحب الفضل في نهضتها؟ شاهد هذا الفيديو لتعرف قصة نهضة كوريا الجنوبية والمصير غير المتوقع للرجل الذي أخرج البلاد من فقرها. بدأت الحكاية عام 1961 حين قرر الجنرال تشونغ هي الانقلاب على السلطة الحاكمة. رحب الشعب الكوري بالانقلاب لأنه أنهى حالة الفوضى والانفلات الأمني، لكن البلاد كانت تعاني الفقر والتخلف، وفكر الجنرال بطريقة لانتشالها منه. لكن كيف لبلاد دون موارد وشعبها غير متعلم أن تنهض؟ بدأ الجنرال بوضع ما عرف باسم خطط الخمس سنوات، وركزت على تطوير العمل الحكومي والتعليم والصناعة. وكانت بدايات الصناعة الكورية متواضعة مثل المنسوجات والأجهزة الإلكترونية البسيطة، ورويداً رويداً اكتسبت البلاد المزيد من الخبرة ورأس المال وانتقلت لصناعات أكثر تطوراً. وفي العام 1965 حصلت كوريا على مساعدات يابانية ب$800 مليون، وأتيح لها الوصول للتكنولوجيا اليابانية المتطورة، ومنحتها أمريكا إعفاءات ضريبية على بضائعها. 10 سنوات فقط كانت كفيلة بقلب حال كوريا تماماً، فالبلاد التي كانت ستجوع لولا المساعدات أصبح لديها اقتصاد صناعي متطور، وبدأت الاستثمار بالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات، فصنعت السيارات والطائرات والسفن. وبالنسبة لمصير الجنرال تشونغ، فالرجل حكم البلاد بقبضة من حديد، ورغم انتشالهم من فقرهم لم ينعم المواطنون بالرفاه كما في الدول الغربية واليابان، فقد حدد الرواتب والامتيازات للشعب ليركز الموارد على الصناعة. وفي العام 1979 اغتيل الجنرال من قبل أحد معاونيه، واستمر الحكم العسكري حتى العام 1988 حين انتخبت أول حكومة ديمقراطية في كوريا. تبنت الحكومة نهجاً أكثر انفتاحاً تجاه الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأدى ذلك لمزيد من الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. واليوم يعد الاقتصاد الكوري أحد أقوى اقتصادات العالم، وبحسب بيانات حكومية تجاوز دخل الفرد $32,000 بعد أن كان أقل من $900 سنوياً في الخمسينيات، ولديها صناعات متطورة تتفوق على أمريكا مثل أشباه الموصلات. هذا بالإضافة للنفوذ الثقافي في الفن والإعلام وغيرها الكثير. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا كي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.